الإقامة العائلية في تركيا. مرحبا أصدقائي، وياكم حارة المهندس. هذا الفيديو راح نتكلم فيه عن الإقامة العائلية في تركيا، الشروط المطلوبة، كذلك الأوراق المطلوبة من عندكم حتى تسوون الإقامة العائلية، واللي كنا نعرف أنه أنتم لازم يكون أحد الزوجين هو تركي الجنسية. فراح نتكلم عن كل هذه المواضيع في هذا الفيديو، خليكم ويانا. طبعا هذه الإقامة العائلية تمنح للأشخاص اللي يتزوجون من مواطنين أتراك، أو للناس اللي يسوون إقامة عمل ويريدون يسحبون عوائلهم. بالنسبة للناس اللي يتزوجون من مواطنين أتراك، لازم تعرفون أنه أهم شيء يكون هذا الزواج مصدق من قبل المحاكم وموافق عليه من قبل السلطات التركية. بعد ما تكملون كل هذه الأوراق، عندما تحصلون على الإقامة راح يحصل الشخص الأجنبي على إقامة لمدة 3 سنين، ويعني في حال ما صارت أي مشاكل بعدها ممكن يقدم على الجنسية التركية. ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة العائلية؟ أولا لازم تقدمون جواز السفر مالتكم ونسخة منه. ثانيا لازم تقدمون على استمارة معينة اللي هي تخص الإقامة العائلية، تملؤوها بالحاسبة وتلصقون صور عليها. وثالثا لازم تقدمون 4 صور ملونة تكون حديثة وجديدة أكيد. رابعا لازم تقدمون يا اما شهادة الزواج او هوية الزوج او الزوجة التركي، وكذلك يتم تقديم الطلب مع الزوج او الزوجة في نفس الوقت. هسه نجي نتكلم على الشروط للحصول على هذه الإقامة. اولا لا يقل الدخل على الحد الادنى للاجور، وكذلك لا يقل دخل الشخص الاجنبي عن 1/3 الحد الادنى من الاجور. ثانيا ان تتوفر فيه شروط السكن وفقا لمعايير الصحة والسلامة حسب عدد افراد الاسرة. ثالثا تأمين صحي يغطي جميع افراد الاسرة. رابعا وثيقة تثبت عدم ادانته باي جريمة ضد النظام الاسري لمدة 5 سنين ما قبل تقديم على الاقامة العائلية، او اللي احنا مثل ما نسميها العدم محكومية. خامسا ان يتم عمل سجل وقيد في جهة العناوين. وسادسا يجب ان توافق على السجلات الجنائية المأخوذة من بلدان الشخص الاجنبي لغرض الحصول على الاقامة العائلية. وهذه مثل ما شفتوا امامكم، هذه هي الاوراق المطلوبة، كذلك الشروط اللي لازم توفرها في الشخص اللي يقدم على الاقامة العائلية. مثل ما قلنا، هذه الإقامة هي للناس اللي يتزوجون من شخص تركي، سواء كان يعني رجل يتزوج من امرأة او امرأة تتزوج من رجل، نفس الشروط تنطبق على الاثنين. اتمنى ان شاء الله يا ربي استفاديتوا من هاي المعلومات. اكيد اللي عنده اي سؤال او استفسار كتبوا لنا اياه بالتعليقات، راح نحاول نجاوب عليه. لا تنسوا تنورونا، تنضمون ويانا، تشتركون بالقناة، وان شاء الله يا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.